السلام عليكم ومرحبا بكم. الاشياء اللي غادي نتطرق ليها في هذا المقطع تتعبر على وجهة نظري الخاصة واللي طبعا قابلة للنقاش في التعليقات. فرجة ممتعة. جمال بن الصديق، ريكو فيرهوفن، أقوى ثنائي في الوزن الثقيل للكيك بوكسينغ في السنوات الأخيرة. بعد أيام قليلة غادي يتواجهوا للمرة الثالثة لتحديد ملك الوزن الثقيل وبطل غلوري، إما بتكريس سيطرة ريكو على الحزام الذي بحوزته منذ سنة 2015 أو بنهاية حقبة الهولندي على يد جمال بن صديق. نزال يتوقع أنه سيخطف الأنظار بمتابعة قياسية من طرف جماهير الكيك بوكسينغ حول العالم، خصوصا أن الأمر لا يتعلق فقط بالنزال داخل الرينج وإنما أيضا القصة العداوة التي تعود لسنوات بين المقاتلين. القصة اللي بدأت سنة 2011 مرورا بتحدي جمال فيرهوفن أمام الجمهور، وقصة الشجار الشهير سنة 2017 ثم خسارة بن صديق في مواجهة فيها الكثير ليقال، وغادي نبنيو عليها تحليل نقاط قوة وضعف كل مقاتل. ونبداو مع ريكو فيرهوفن اللي لعب فقط 3 مواجهات منذ سنة 2017، كانت آخرها سنة 2019 أمام بدر هاري. 31 سنة، 1.96 وأكثر من 118 كيلوغرام، أنهى أغلب نزالاته بالفوز بالنقاط، وهذا تفسر نقطة قوته الأهم واللي هي الجانب الذهني اللي تخليه يصير كل نزال وتبقى مركز حتى في أصعب اللحظات ولا يبحث عن الاستعراض، لأن الأهم هو الفوز. ثم خطة القتال، فريكو تحضر لكل مواجهة استراتيجية خاصة تبني فيها على مكامن الخلل عند الخصم، وخير مثال على ذلك تركيزه على ضربة الرجل أمام بدر هاري، وأيضا تحمل لكمات وانتظار الجولة الخامسة أمام بن صديق، لأن ريكو كان يعلم أن المغربي يخوض أول تجربة ضمن نزال من 5 جولات. بالإضافة للنقطة اللي الكل تعرفها وهي قوة تحمل الهولندي، فأي مقاتل آخر تلقى تلك اللكمات من عند بن صديق لم يكن ليواصل القتال. أما عن مكامن الضعف عند ريكو فهي متعددة، وأهمها أنه ليس بالملاكم البارع، وهذه النقطة كانت واضحة في مواجهته الأخيرة أمام بدر هاري، فهو بطيء جدا في تبادل اللكمات. وأيضا قوة ضربات ريكو تطرح العديد من التساؤلات، فرغم أنه بطل غلوري نادرا ما أنهى نزالاته بالضربة قاضية مؤثرة، والكاو تكنيك أمام بن صديق كان سببها عياء المغربي أكثر منها تأثير قوة لكمات ريكو. وهنا غادي نوصلوا لبن صديق ونبداو مع مكامن الضعف خلال نزالاته في السنوات الأخيرة. فبدون شك رغم التعافي، تأثير العلاج من المرض الخبيث لا زال عند بن صديق، لكن ليس قوة التحمل فقط من يؤثر سلبا على جمال، بل أيضا الغضب أثناء القتال والاندفاع الغير محسوب بدل ادخار المجهود للجولات الأخيرة، والمسؤولية هنا مشتركة بين المقاتل والمدرب دياله. أما تقنيا فجمال صاحب 30 سنة وأكثر من 117 كيلوغرام بطول يفوق المترين، فاز في آخر 4 نزالات 3 منها إما بالقاضية أو القاضية التقنية، وحش ما شاء الله. تبقى أهم نقاط قوة بن صديق هي اللكمات التي لا تصد ولا ترد اللي تتميز بها، خصوصا باليد اليسرى واللي تساعدوا فيها طول ديالو، حيث أن جمال يقدر يسدد لكمات قوية دون المخاطرة بالاقتراب كثيرا من الخصم. أيضا بن صديق قوي في ضربة الرجل سواء لو كيك أو الهاي كيك، الشيء الذي يمكن أن يعطيه تفوق نوعي عند استخدامه في اللحظة والتوقيت المناسب، دون أن نغفل اللياقة البدنية اللي تطورت بشكل كبير، وغادي تكون مفاجأة للكثير من المتابعين بفضل تدريب البطل الشاقة والتركيز التام على الوصول لأفضل مستوى قبل 30 من الشهر الجاري اللي هو موعد هذه المواجهة. أتمنى التوفيق لبن صديق من أجل الحصول على الحزام الذي ينتظره الجمهور المغربي منذ سنوات. وفيكم طبعا بأهم الأحداث التي سترافق المواجهة، تصريحات المقاتلين، الندوة الصحفية بعد أيام قليلة من الآن. كان معكم مراد، شكرا على المتابعة، السلام عليكم. جمال بن صديق ذا كولايا، جمال 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 اللي سهل بيرم هيرم بن صديق كينغ اوف فام شيسم هنجم.